اهلا بيكو. احنا النهاردة ان شاء الله هنبتدي نتكلم مع بعض في كورس صغير، والحقيقة المفروض ان هو عبارة عن وركشوب. المفروض ان شاء الله نتكلم في ازاي تعمل ديجيتال كونتنت للكورسز بتاعتك او للمحاضرات بتاعتك. مقصود بديجيتال كونتنت مش ان انت هتعمل اونلاين اديوكيشن، وان كان احنا ان شاء الله هنخش على بعض التولز اللي ممكن تستخدمها في ان انت تقدم كورسز اونلاين زي الكورس اللي احنا بنقدمه دلوقتي. لكن اساسا هنتكلم على التولز المختلفه، سواء اللي ممكن تبقى على الكمبيوتر بتاعك اللي هنسميها اوف لاين كرييشن، او الحاجات اللي على الانترنت. ودي اغلب الحاجات اللي هنتكلم عليها هتبقى من التولز والحاجات المتاحه على الانترنت، وهركز على الحاجات اللي ببلاش، لان الحقيقه الحاجات كتيره جدا موجوده ببلاش، واسعارها حتى لو حبيت تدفع فيها فلوس عشان تاخد امكانيات اكتر الاسعار غالبا مش عاليه. لكن الحاجات اللي ببلاش دي ممكن تعمل بيها يعني شغل كتير، وتعمل بيها ماتيريال كويسه وتستعمل. هنحاول ان شاء الله مع بعض نتعرف على الحاجات المختلفه دي، بس خلي في بالك انك مش هتقدر تتعلم كويس الا اذا جربت كل التولز اللي احنا هنتكلم عنها. يعني اعمل حسابك ان كل مره هنتكلم عن تول جديده، بعد ما تخلص الفيديو افتحها وحاول تتعلم الامكانيات اللي فيها. انا اذا كنت هوريك حاجه هوريك بعض الامكانيات المبدئيه اللي في التولز المختلفه، لكن كل التولز دي فيها امكانيات كتيره جدا لو انت دربت نفسك، ولو جربت حاجات مختلفه هتبتدي تنمي امكانياتك. يعني بالاخر تاني، من غير ما تجرب الحاجات اللي هنتكلم عنها مش هتستفيد كويس من الكورس ده. علشان تكمل الكورس ده معانا ان شاء الله وتاخد السيرتيفيكت من الاكاديمي اوف نوليدج، هتحتاج ان انت تقدم كل الاساينمنتس المطلوبه في الكورس ده. الاساينمنتس هتبقى كلها تقريبا موجه ناحيه انك تبين انك بتعرف تستخدم الامكانيات والتولز اللي اتكلمنا عنها. فياريت ان شاء الله تتابع معانا، وباذن الله يكون الكورس مفيد ليك. تعالوا بقى نخش مع بعض دلوقتي على البرزنتيشن بتاعت الانترودكشن. وفي الانترودكشن دي هنتكلم مع بعض ان شاء الله على اللايسنسنج، وازاي تجيب الحاجه بلايسنس مظبوطه، وازاي انت كمان تبلش الحاجه بتاعتك بلايسنس كويس. فياريت لو تكونوا معانا ان شاء الله في الفيديو الجاي.